اهلا بيكم مشاهدينا، حلقه جديده من صحتك بالدنيا، يومين على شاشه الفضائيه المصريه، 4 عصرا بتوقيت القاهره، 2 ظهرا بتوقيت جرينتش، 5 عصرا بتوقيت السعوديه. ودايما بيبقى معايا ضيفي الكريم استاذ الدكتور سامح علام، استاذ امراض القلب، جمعه بعد جمعه. اهلا بيك دكتور. اهلا بحضرتك واهلا بالساده. اهلا بحضرتك دكتور. طبعا بنتكلم عن امراض القلب واكيد اعراضها وطرق علاجها والتقنيات الحديثه، وكمان هنتكلم عن المفاهيم الخاطئه ربما يكون مثلا ناس بتعتبرها صحيحة لكن هي في واقع الأمر تبقى خاطئة. لكن طبعا بذكركم بالتواصل مع دكتور سامح علام عبر صفحته في الفيسبوك، سامح علام أستاذ أمراض القلب، طبعا التناقش معاه أو أي سؤال ممكن يرد عليكم من خلال الفيسبوك. وأكيد بنفتح الاتصالات بعد قليل لمعرفة أسئلتكم. دكتور دايما بيقول في مفاهيم كده خاطئة أو ناس مفاهيم صحيحة ولكن هي خاطئة في واقع الأمر، زي إيه؟ هو احنا زي ما اتفقنا يا مدام داليا ان احنا البرنامج بتاعنا ده برنامج تثقيفي، فيهمنا ان المشاهد العربي اللي بيشاهد البرنامج بتاعنا يبقى عنده معلومات طبية حقيقية ويبقى فاهم الناحية الصحية الخاصة بأعراض وأمراض القلب أخبارها ايه. فنهاردة أنا اخترنا الموضوع أن في مفاهيم صحية راسخة في أذهان السادة المشاهدين وبيقولوها وبيرددوها وهم ما هي مش صحيحة أو. أول حاجة لازم نحب نأكد عليها الصداع والضغط. أنا عندي الضغط وباخد علاج للضغط، الصداع جالي يبقى الضغط زاد، أو الصداع قل يبقى الضغط بقى كويس ابطل العلاج. فربط الصداع بالضغط، ازود الجرعه اقل الجرعه، اخد العلاج ابطل العلاج بناء على الصداع، ده مفهوم صحي خاطئ ولازم يصحح. ممنوع منعا باتا ربط الصداع بارتفاع او انخفاض الضغط، ومش معنى ان الصداع راح ان الضغط اتظبط. ده مفهوم لازم يتصحح لدى السادة المشاهدين. الصداع له أسباب كتيرة جدا، من أول فروة الرأس والأعصاب وأمراض في المخ وأمراض في العينين وأمراض في الأنف والأذن وأمراض في السنان وحتى الإمساك، كل حاجات كتير قوي ممكن تعمل صداع. من ضمن الميت سبب اللي يعملوا الصداع إن الضغط يبقى عالي. إذن مش كل صداع سبب الضغط، ولما يجي لي صداع من اي حاجه ويروح مش معناها ان الضغط اتظبط او ما بطل العلاج. تمام. فابطل علاج الضغط او ازود الجرعه او اقلل الجرعه او اتابع مع الدكتور بناء على قياس الضغط بطريقه صحيه سليمه وبطريقه طبيه سليمه. ولازم اشيل من دماغي خالص قصه الصداع دي. المسكنات يا دكتور اللي الناس دايما بتاخدها كده زي البونبون كده، مسكنات الصداع وعموما المسكنات بتبقى، لو هنتكلم على مرضى القلب بتبقى اعتقد موضوع مختلف معاهم واعتقد بيبقى غلط اكتر، صح؟ شوف مدام ديلي، احنا كالمصريين بالذات عندنا تدخل وفتاوى كتير في كل حاجه. الحقيقه كل واحد ممكن يدي روشته ويدي دواء للتاني، كل واحد ممكن يفتي في فتوى شرعيه في حاجه هو مش عارفها، واحد يقول راي سياسي في موضوع هو ما يدريش عنه. بلاش في الطب. المسكنات انا ما نمتش بقالي يومين ومشيت في الشمس شويه وجاي مجهد وجسمي بيوجعني، خدت قرص كده وراح خلاص ما يجريش حاجه. لكن المعتاد بقى ده انا كل يوم باخد المسكن عشان دماغي ما اعرفش فيه ايه او عشان ايه، لا غلط. كثرة المسكنات بلا داعي وخاصه الادويه المسكنه بتاعه الروماتيزم او اللي بتتاخد للمفاصل ديت الاثار السيئه جدا جدا عليها المعده. نعم، ممكن تعمل التهابات في المعده، واحيانا مرضى يجوا بينزفوا من المعده والهيموجلوبين بتاعهم، عندهم انيميا والهيموجلوبين قليل بسبب ان بياخد على عمال وعلى البطال ديت حبوب الركب. دي حبوب المفاصل، ده يعني خلاص لما حتى اسال الست بتاخدي علاج ايه تقولي العلاج اهو، امال ايه اللي في الشنطه ده؟ لا ده بتاع الركب، وبتاع الركب ده بونبوني، ما هو ده دواء برضه وله اثار جانبيه. فالادويه المسكنات بلا داعي او على عمال وعلى البطال او بدون استشاره الطبيب قد تؤدي الى التهاب في المعده، قد تؤدي الى قرحه في المعده، قد تؤدي الى نزيف في الجهاز الهضمي.
وعلى المدى الطويل اي دواء بناخده وهو عشان يخرج من الجسم تاني، انا حطيته في البق عشان يخرج من الجسم تاني لازم يعدي على الكبد ويعدي على الكلى عشان يخرج. فناس كتير جدا لما بياخد مسكنات لفترات طويلة يرهقوا الكلى، وقد ينشأ عن ذلك قصور في وظائف الكلى بسبب كثرة المسكنات بلا داعي. يبقى الصداع والمسكنات وارتباطه بالضغط، القرار ده قرار الدكتور مش قرار المريض ولا أصدقائه ولا أصحابه ولا جيرانه، دكتور قلب. واللي بيعالج ارتفاع ضغط الدم دكتور قلب. ده المعلومة الخاطئة اللي كان لازم نقولها النهارده. المعلومة الثانية، المعلومة الثانية، الأم تيجي والأسرة تيجي منزعجة جدا جدا، بنتي أو ابني عنده حمى روماتيزمية في القلب. ده عنده روماتيزم ليه؟ عشان أنا عملت تحليل سرعة الترسيب طلع عالي، وعملت بتاع الميكروب السبحي طلع عالي، يبقى عنده روماتيزم في القلب. مفهوم صحي خاطئ. لا يمكن تشخيص روماتيزم القلب اطلاقا لان ورقه فيها تحليل طلعت عاليه. ده لازم الفوضى دي تنتهي من اذهان الناس وبعض الاطباء للاسف. سرعه الترسيب لها 100 سبب يعليها، ارتفاع نسبه الميكروب السبحي ده معناها ان في عدوى في الجسم في اي مكان، ولا تعني اطلاقا ان صمامات القلب اتصابت، ولا تعني اطلاقا ان المريض ده او الطفل ده بقى عنده حمى روماتيزميه في القلب، ولا تعني اطلاقا ان ده بدام سرعه الترسيب عاليه لازم ياخد حقنه بنسلين طويل المفعول. ده مفهوم صحي خاطئ ولازم يتصحح في اذهان الناس. انا بشخص حمى روماتيزميه على القلب مأثره على صمامات القلب بتحتاج بنسلين طويل المفعول بناء على معلومات طبية، كشف تاريخ مرضي وفحص وإجراء تحليلات وإجراء أشعات، وبناء عليه بجمع معلومات على بعضها وأقول دي مع بعضها كده تساوي إصابة هذا الطفل بالحمى الروماتيزمية، وأدي له حقنة بنسلين طويل المفعول. لكن أدي حقنة بنسلين طويل المفعول واقول ان الطفل ده اصيب بحمى روماتيزميه وعنده روماتيزم في القلب لان في حاجتين اتنين في التحليل اسمهم سرعه الترسيب عاليه والميكروب السبحي عالي، ده مفهوم صحي خاطئ ولازم يتشال. تمام. ثالث. اتفضل يا دكتور. بس كنت قبل التالت عايز اسال حضرتك بالنسبه لدعامات القلب، يعني كان في موقف كده كنت عايز اعرف دعامات القلب هل ممكن تتركب كذا مره فوق بعض؟ من المفاهيم الصحية الخاطئة ان المريض يجي له ضيق في الشريان التاجي ويحتاج تركيب دعامة، او مريض تاني يبقى اكتر من شريان مصابين ويعمل عملية قلب مفتوح، يخرج بعد العملية يقولك خلاص انا بقيت صاغ سليم وعملت عمرة، كان عندي شريان وحطيت له دعامة، انا كان عندي 3 شرايين وعملت عملية قلب مفتوح يبقى انا كده بقيت سليم. هذا مفهوم صحي خاطئ. الصح ايه؟ ان انا لو اصبت بضيق في احد الشرايين نتيجة ترسب الكوليسترول فيه مما استدعى تركيب دعامة او عملية قلب مفتوح، اذا انا اصبحت عرضة لتكرار الاصابة بالضيق في شرايين اخرى. تمام. يبقى اللي اصيب ويحتاج دعامة ده معناه ان جسمه ممكن يحتاج دعامات اخرى في شرايين اخرى، يبقى مش انا طلعت على الزير وعملت صيانه وابدا الخبط في اكلي وشربي وشاي وسجايري وشغلي وحياتي اطلاقا. ده اكثر مدعاه ان انا لو ركبت دعامه او عملت عمليه قلب مفتوح ان انا احافظ اكتر والتزم اكتر وانتظم اكتر في العلاج وفي نمط الحياه بتاعي علشان الاصابه اللي حصلت في شريان لا تتكرر في شرايين اخرى واحتاج دعامه تاني او احتاج قلب مفتوح تاني. هل دعامه بتتركب على دعامه يا دكتور؟ ده المفهوم الصحي الخاطئ اللي كنا لازم نوضحه في هذا الاتجاه. طيب مريض ركب دعامه وعاش شهر واثنين وثلاثه وبتاع كويس قوي ومستريح ومفيش وجع في صدره وبقى زي الفل والاعراض اللي كانت عنده قبل ما يركب الدعامه راحت، بعد تركيب الدعامه بدا يشعر بالام في الصدر جديده وبدات الاعراض ترجع تاني وبدا يتعب تاني بعد سنه اثنين ثلاثه من تركيب الدعامه، في سبب من اثنين، اما ان الجسم تفاعل مع الدعامه وضيقها
أو إن في شريان كان سليم أو في ضيق بسيط وزاد واحتاج وزاد دلوقتي هو اللي عمل له الأعراض. لو كان الجسم تفاعل مع الدعامة وضيقها وهو ده سبب الألم، نقدر ندخل جوه الدعامة ننفخها بالبالونة نوسعها ونكتفي على ذلك، وقد نحتاج إن لا حتى بعد ما نفخنا بالبالونة النتيجة مش كافية نحط دعامة تانية داخل الدعامة أو جزء منها داخل وجزء خارج حسب الأماكن الضيقة. ممكن نعمل كده، ودي وسيلة من وسائل العلاج. تمام. ودي مهمة عشان يعني سؤال مهم قوي، لأن بعض السادة المشاهدين يقول ده أنا حطيت دعامة خلاص بقى، ده دي ما حدش بيقرب منها تاني أبدا. لا، حتى لو حصلت فيها مشكلة بنقدر ندخل فيها، نقدر نوسعها تاني، نقدر ندخل فيها دعامة تاني، يعني ليها حل. مش معنى إن الدعامة حصلت فيها الله لا يقدر مشكلة يبقى خلاص الدنيا ضاعت، لا، ليها حل وبتتحل، ودي شيء معتاد واحنا بنعمله على طول. أشكرك دكتور. هنشوف فاصل مشاهدين، نرجع نستكمل حواري مع دكتور سامح حلام أستاذ أمراض القلب بعد الفاصل. هذا البرنامج برعاية الأستاذ الدكتور سامح علام لتشخيص وعلاج أمراض القلب. مراكز دكتور سامح علام لتشخيص وعلاج أمراض القلب: فحص القلب بالموجات فوق الصوتية، رسم القلب بالمجهود العادي والدوائي، ورسم القلب 48 ساعة، قسطرة القلب والدعامات العادية والدوائية للشرايين التاجية والطرفية. مراكز الأستاذ الدكتور سامح علام، قلبنا على قلبك. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية على الهواء مباشره ولمده ساعه في انتظار اتصالاتكم الهاتفيه، وطبعا معي دكتور سامح علام استاذ امراض القلب. بنتكلم عن المفاهيم الصحيه الخاطئه اللي ممكن يكون الشخص عارف ان هي صحيحه 100% لكن هي للاسف بتبقى خاطئه. واحنا عندنا اخطاء شائعه جدا جدا في عالم الطب بالذات في مصر، لان زي ما قال الدكتور احنا بنفتي شويه. دكتور قولي المفهوم الخاطئ الثالث. احنا قلنا بالنسبه لل ياخد بنسلين طويل المفعول او يقول ان عنده حمى روماتيزمية بسبب تحليلين، ده مفهوم صحي خاطئ. طيب في بقى حاجه تانية، واحد اصيب بالحمى الروماتيزمية جاله التهاب في اللوزتين واصيب بالحمى الروماتيزمية وتشخصت بجد والصمام من صمامات القلب بتاعته اتاثر بجد، وبعدين جت الام قالت انا شلت اللوز للولد، هل معنى ان انا شلت اللوز ان بقى الطفل في امان انه يجي له تكرار حمى روماتيزميه؟ ده مفهوم صحي خاطئ. يقول لك ده انا شلت له اللوز خلاص. صح، ده السؤال فعلا. ده انا شلت، لا، حتى التهاب الحلق اللي ما كان اللوزتين لطفل عنده سبقت اصابته بالحمى الروماتيزميه للقلب تجعله اكثر عرضه لتكرار الاصابه مره ثانيه. طيب واحد عنده صمام وضيق وتوسع بالبالونه، خلاص بقى انا وسعته، برضه لا، وجود صمام ضيق نتيجة حمى روماتيزمية خاصة الصمام المترالي وتوسع بالبالونة، ده مش معناه إن أنا بقيت في أمان، بالعكس، ده اللي سبق إصابته بصمام احتاج توسيع هو أكثر عرضة لتكرار الإصابة مرة تانية. واحد عنده صمام وعمل له عملية وغير الصمام، هذا الإنسان أكثر عرضة لتكرار الإصابة في صمامات أخرى. يبقى اللي سبق أن عنده ضيق في الصمام أحد الصمامات نتيجة حمى روماتيزمية أو ارتجاع في الصمام نتيجة حمى روماتيزمية أو وسع صمام أو غير صمام، لازم يعرف أن هو ما خلاص مش دور حصبة وطفل حصب وخلاص مش هيحصب تاني. لا، غلط. اللي سبقت الإصابة بأحد هذه الأمراض هو أكثر عرضة لتكرار الإصابة بالحمى الروماتيزمية ونشاطها في صمامات القلب، وده اللي لازم ياخد البنسلين طويل المفعول، وده اللي لازم يستمر على البنسلين طويل المفعول، وده اللي لازم ما يبطلوش غير لما الدكتور المعالج بتاعه يقول له خلاص انت كده السن ده كفاية او الفترة الزمنية اللي خدتها كفاية. تمام. استاذ احمد من الاردن، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك يا استاذ احمد. سؤالك يا دكتور، انا عاوز اعرف المركز بتاعك في مصر.
العناوين موضحه خلف الدكتور، البانرز موجود، والدكتور كمان دي ارقام التليفونات موجوده، ارقام التليفونات موجوده، تقدر طبعا تحجز. انا عند ابويا في مستشفى بني سويف العام. اتفضل. الو، سامعينك. سامعينك. وكان عامل دعامه طبعا من 3 سنين، وجد الوقت طبعا تعب. اتفضل. يا ريت توطي صوت التلفزيون يا استاذ احمد، كلمني من التليفون فقط، اسمعني من التليفون. معاك. اتفضل. طبعا عملنا له دعامه، ودلوقتي اشتكى في صدره ثاني، هو دلوقتي في مستشفى بني سويف العام. ايوه. طيب هرد على حضرتك. حضرتك دلوقتي بيقول لك ان في دكاتره بتقول لك عضلات قلب تعبانه، وفي طبعا انطلع عن ال امطلع عن الـ الـ عن العنايه يومين ثلاثه بيتعب تاني. طيب هرد على حضرتك. حاضر. شكرا استاذه استاذه زينب. عفوا يا دكتور. استاذه زينب اتفضلي. اتفضلي استاذه زينب، سامعاكي، قولي سؤالك. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا يا استاذه، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. انا جيت لحضرتك وحضرتك قلت لي ان انا عندي احتشاء في عضله القلب، وكتبت لي على علاج امشي عليه. ايوه. ومسيل امشي عليه مدى الحياه. دلوقتي حضرتك انا بحس باعراض جديده مضافه للاعراض القديمه، يعني. ايوه. يعني بحس بتقطير وانا قاعده، حاجه بتنقط جوايا، يعني حاجه بتقطر كده. يعني غير الرقفه بتاعت القلب والثقل. فين بتقطع؟ فين؟ في القفص الصدري يعني ولا؟ ايوه، في منتصف القفص الصدري. منتصف القفص الصدري. جامد جدا، وحاسه ان زي ما يكون جنزير مكتفني من جوه. وبعدين بحس بتقطير، حاجه بتنقط يعني. طب وهل دي حاجه لها علاقه بالمجهود؟ نعم. لما تمشي او تتحركي او تطلعي السلم؟ لا، بكره المشي جدا لاني مش بقدر، وبكره السلم جدا، مش بقدر اكمل دور. واقل حاجه بتخليني انهج. وعيني بتظلم ساعات. انت سن حضرتك كام سنه يا مدام؟ يعني اتوه لمده دقيقه او دقيقتين. عندك كام سنه يا استاذه زينب؟ سنك كام سنه يا مدام؟ 44. وفي سكر ولا ضغط؟ لا، ولا كوليسترول. ولا كوليسترول. بس حاسه في ظهري، يعني خلف القلب، بثقل، حاسه ان حجم القلب يعني بيحمل ثقل على ظهري، واجعني ظهري، خلف القلب، خلف منطقه القلب بالظبط. اوكي، حاضر. شكرا استاذه زينب. شكرا. الاستاذ احمد والده في بني سويف في العام، هو سبق انه عمل دعامه وجاي تعبان دلوقتي، وبيقولوا له عضله القلب ربما كنت تعبانه، ودخل عنايه مركزه. استاذ احمد، انت من حسن الحظ انك عندك جامعه بني سويف فيها قسم القلب من اقوى اقسام القلب في جمهوريه مصر العربيه. فالاسهل والاحسن انك انت توديه مستشفى الجامعه في اسم القلب في بني سويف، فيها ناس عندهم كفاءة قوية جدا جدا، هيقدروا يعرفوا إذا كان تعب عضلة القلب ده له علاقة بالدعامات القديمة ولا دي حاجة جدت، وينصحوك بالعلاج. عاوز يشرفنا، أهلا وسهلا، تحت أمرك. مدام زينب عندها ألم في الصدر وكرهت السلم ومش قادرة تطلع السلم، والوجع بيجي لها في ضهرها. الأرجح أن يكون الألام دي لها علاقة بالشريان التاجي للقلب. فينصح أن حضرتك تعرضي نفسك على أي حد زميل قريب منك يشوفك ويعمل رسم قلب جديد، ويتابع مع رسومات القلب القديمة، ونطمن أن ده مش قصور في الدورة الدموية التاجية اللي بتغذي عضلة القلب. ف حضرتك زوري اقرب دكتور قلب ليك يشوفك ان شاء الله. هنشوف فاصل مشاهدينا، نرجع نستكمل حوارنا مع استاذ دكتور سامح علام، استاذ امراض القلب، وفي انتظار اتصالاتكم الهاتفيه. مراكز دكتور سامح علام لتشخيص وعلاج امراض القلب، فحص القلب بالموجات فوق الصوتيه، رسم القلب بالمجهود العادي والدوائي، ورسم القلب 48 ساعة، قسطرة القلب والدعامات العادية والدوائية للشرايين التاجية والطرفية. مراكز الأستاذ الدكتور سامح علام، قلبنا على قلبك.
اهلا بكم مشاهدينا مره ثانيه عبر شاشه الفضائيه المصريه على الهواء مباشره في انتظار اتصالاتكم الهاتفيه على الارقام الموضحه على الشاشه، وللتواصل مع الدكتور سامح علام استاذ امراض القلب عبر الفيسبوك باسم سامح علام استاذ امراض القلب. ما زلنا بنتكلم عن المفاهيم الصحيه الخاطئه اللي ممكن يكون الشخص فاهم ان هي حاجه صحيحه او حاجه صحيه صحيحه، لكن للاسف بتبقى خاطئه 100%. بنكمل يا دكتور. بنكمل مدام داليا. من المفاهيم الصحية الخاطئة السائدة بين الناس، لا أنا بنتي بيجي لها عريس بس مش هجوزها، أصل هي عندها القلب. دي عندها القلب يبقى ما تتجوزش. عندي واحدة صاحبتي كانت مريضة قلب ومخلفة ثلاثة. فقصة إن مرض القلب يتعارض مع زواج الإناث أو مرض القلب يتعارض مع الحمل، هذا مفهوم صحي خاطئ. في أمراض كتير قوي 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 في عضلة القلب، في صمامات القلب، في أمراض خلقية لا تتعارض إطلاقا بالزبط مع الحياة الطبيعية للأنثى والزواج والحمل بالزبط. يبقى واحدة عندها ارتخاء في الصمام تتجوز وتخلف 10 مرات مفيش، لا يتعارض. واحدة عندها حمى روماتيزمية على القلب وأدت إلى ضيق بسيط في أحد الصمامات تتجوز وتخلف. واحدة عندها حمى روماتيزمية وأدت إلى ارتجاع طفيف بسيط لم يؤثر على عضلة القلب، كل ده أمراض في القلب ثابتة بالأشعاعات وبالتحاليل لا تتعارض مع الحمل والزواج والحمل والولادة. واحدة عندها ثقب بسيط في القلب بآفة خلقية مولودة بيها أو ضيق بسيط خلقي في أمراض القلب لا يتعارض مع الحمل والزواج. لكن هناك بعض الحالات اللي لأ، الزواج الحمل يمثل خطورة على الأنثى اللي مريضة بالحاجات دي. يبقى مين اللي هيحدد؟ الطبيب المعالج. يبقى ما جوزش البنت أصل عندها حاجة في القلب، غلط. عندها حاجة في القلب وهسيبها وتتجوز وتخلف وتعمل كل حاجة دون الرجوع إلى الطبيب، غلط. يبقى في أمراض كتير جدا جدا في صمامات القلب وأفات خلقية في القلب وأمراض في القلب كتير قوي ولا تتعارض مع حياة الأنثى العادية من زواج وحمل وإنجاب ومن غير مشاكل. تمام. وفي حالات قليلة لكن موجودة هنا ممنوع. لا وقف. ممنوع. يبقى الحكاية محتاجة استشارة الطبيب طبعا. وأنا دائما بنصح عندك حاجة في القلب ودخلة على جواز، هاتي الخطيب بتاعك أو اللي ناوي، اقعدوا مع الدكتور قولي له كل حاجة وهو يسمع، انتوا الاثنين عرفتوا كل حاجة، عرفتوا ايه الحالة النهاردة، ايه اللي ممكن نحتاجه بعد سنة واثنين وخمسة وعشرة، ايه تأثير ده على الحمل والإنجاب، مستقبلا ممكن يحصل ايه، كل حاجة تتشرح وتتشرح بوضوح. اللي موافق اهلا وسهلا، اللي مش موافق الله يسهله وربنا يعوض باحسن منه. طب ما في برضو شباب مرضى قلب، يعني الست توفي ولا لا؟ هنتكلم بعد الموضوع ده. عفوا دكتور، مع احمد من السعوديه علشان بس ما عطلوش. استاذ احمد اتفضل سؤالك، يا ريت بقى توطي صوت التلفزيون في البدايه. استاذ احمد، استاذ احمد خلاص قطع اعتقد الخط. استاذ احمد مره ثانيه من مصر. الو، اهلا بيك استاذ احمد. اي واحد؟ والله حضرتك دلوقتي عندي والدتي عندها 55 سنه وعندها ضرر على صدرها من حوالي بتاع 10 سنين. عندها ايه؟ ضرر حاجه، مرض اسمه الضرر على ضرر على صدرها. الدكتور كاتب لها على البخاخه، بس انا عايز حاجه توديه نهائي او كده، يعني غير البخاخه، يعني علاج يوديه نهائي او اي حاجه. كل شويه بتزيد وجعها. شكرا استاذ احمد. حد معانا تاني تليفون؟ طيب استاذ احمد 55 سنه والدته وعندها ضرن على الرئتين لا يعالج بالبخاخات. ضرن معناها ميكروب مخصوص في الرئتين وله علاج مخصوص، الدوله بتكفل هذا العلاج في جميع مستشفيات الصدر وجميع اقسام الصدر في جميع الجامعات وبالمجان. تمام. فالضرن لا يعالج بالبخاخات اطلاقا، له علاج يقضي عليه تماما. العلاج ده متوفر في مستشفيات الحكوميه، المستشفيات الامراض الصدريه وفي اقسام الصدر في الجامعات المصريه. حبوب يعني؟ وديها فورا على طول. حبوب يعني؟ حبوب، وبتاخدها لفتره زمنيه معينه تطول. ولها تحاليل دوريه ولها اشعاعات دوريه بتتعمل الى ان ينتهي تماما المرض ده نهائيا.
طيب انا معايا استاذ ماهر. اتفضل استاذ ماهر، اتفضل من فضلك. ماهر المتولى علي محمد قمر المنصوره الاهليه. اهلا بيك يا فندم، من فضلك وطي صوت التلفزيون وقولي سؤالك. ماشي يا فندم. اتفضل يا فندم. ايوه يا فندم اتفضل، احنا معاك اتفضل. انا كنت مركب دعامه في الشريحين التاجي من 4 سنين. ايوه. ودلوقتي سعادتك خدت جلطه في البطن الايسر، والدكتور كاتب لي ادويه عشان تزيل الجلطه دي. أيوه. هل سعادتك هي هتزيل بالادويه ولا هتحتاج لعمليه قلب مفتوح؟ واشكرك شكرا جزيلا. الف سلامة على حضرتك استاذ ماهر. اتفضل. بعض الناس لما بتجيلهم احتشاء في عضلة القلب او جلطة في القلب، والجلطة ما تعالجتش في الوقت السريع بحيث تدوب. احنا لما مريض يجيله جلطة في الشريان التاجي للقلب، الساعة بتفرق في العلاج، في نتيجة العلاج. فكلما بادرنا بالعلاج المبكر، سواء في العناية المركزة ان احنا ندي الادوية المسيلة للجلطة، او عن طريق الاثار ان احنا ندخل جوه نشفط الجلطه ونفتح الشريان في ساعتها واحنا جوه، دي طريقه من الاثنين. يبقى الشريان ده لازم يتفتح، يا بالادويه اللي بتدوبها يا بالاسطره. بعض الناس ما بياخدوش بالهم وما يعرفوش ان ديت جلطه، وما يعرفوش ان دي اعراض جلطه، وبتتاخر ويتعالجوا متاخر. ينتج عنها ايه؟ ان عضله القلب يحصل فيها ضعف، فالضعف ده ما تفقد القدرة على الانقباض، فبدل ما تنقبض وتنبسط بالشكل ده، الجزء اللي حصلت فيه جلطة يبقى منبعج ويتوسع، ما ينقبضش لأنه حصل فيه تليف. لما خف حصل فيه تليف، التجويف اللي حصل فيه التليف تتكون فيه جلطة لأن الدم ما بيتحركش جواه. خطورتها أن دي لو حتة صغيرة منها نطرت ونطرت في الجسم، لو راحت على شرايين المخ تعمل شلل، لو راحت على الكلى تبقى وسط كلية، لو راحت على رجل توقف الرجل، لو راحت على دراع توقف، يعني الجلطة هتجري تروح تسد الشريان في مكان ما. فدايما احنا نقلق من وجود الجلطة داخل البطين الايسر دي، فبندي ادوية علاج علشان يدوب الجلطة اللي جوه. لو هي لوحدها وعملت المشاكل دي قد تحتاج جراحة. لو هي عملت هبوط في عضلة القلب هتحتاج جراحة. لو عملت اضطراب في نظم القلب، يعني في شروط معينة تخلينا اقول لا، المريض انت في الحاله دي في وجود هذا الحجم من التليف والجلطه انت محتاج جراحه، ومعظم الحالات ما بتعوزش جراحه. يبقى اللي هيقرر الحاله بتاعت حضرتك انت فعلا النهارده محتاج جراحه ولا مش محتاج، هي الحاله الطبيه بتاعتك، وظيفه العضله كلها اخبارها ايه، حجم الجلطه دي اخبارها ايه، حجم الجزء المتليف من العضله ايه، وظيفه بقيه العضله ايه، اذا كانت في اي اضطراب في نظم القلب ولا لا، بناء على معلومات طبيه كوكتيل على بعضه بيتقال الحاله دي الدواء اللي بيدوب الجلطه امن، لا جراحه هي اللي افضل. فالطبيب المعالج هيختار لك الحاجه المناسبه ان شاء الله. هنشوف فاصل مشاهدينا، نرجع نستكمل حوارنا مع استاذ دكتور سامح علام استاذ امراض القلب، وهسال نفس السؤال. لو شاب مثلا عنده 20 سنه ومقبل على الزواج، هل ينفع يتجوز؟ هل الطرف الاخر هتوافق ان هو يتجوز، ولا تبقى قلقانه وخايفه حتى كمان من الامراض الوراثيه اللي ممكن يصاب بيها اولادها؟ هنسال السؤال ده بعد الفاصل مشاهدينا. هذا البرنامج برعاية الأستاذ الدكتور سامح علام لتشخيص وعلاج أمراض القلب. مراكز دكتور سامح علام لتشخيص وعلاج أمراض القلب: فحص القلب بالموجات فوق الصوتية، رسم القلب بالمجهود العادي والدوائي، ورسم القلب 48 ساعة، قسطرة القلب والدعامات العادية والدوائية للشرايين التاجية والطرفية. مراكز الأستاذ الدكتور سامح علام، قلبنا على قلبك.
اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، والجزء الاخير من حلقه اليوم. طبعا دكتور سامح علام للتواصل معي عبر الفيسبوك باسم سامح علام استاذ امراض القلب عبر الفيسبوك، وكمان الحلقه بتعاد مره تانية على شاشه الفضائيه المصريه 6 صباحا بتوقيت القاهره، 4 صباحا بتوقيت جرينتش، وكمان بتشوفوها عبر اليوتيوب بعد انتهاء الحلقه مباشره بساعتين. هنجاوب على، احنا جاوبنا الاسئله كلها دكتور صح؟ طيب السؤال بقى بتاع حضرتك. سؤالي بس استاذنك عشان استاذ ميلاد بس على الخط ما يتعطلش. اتفضل استاذ ميلاد. السلام عليكم. اهلا يا استاذ ميلاد. انا لو سمحت يا دكتور، كان من حوالي سنتين كده عندي قبضة في قلبي، فروحت للدكتور فاعطاني كونكور، مشيت على كونكور 2.5 من غير اسماء من فضلك. اتفضل. فمشيت عليه شويه، القبضة دي انتهت، بس من تعبت نفسيا كده وحسيت ان انا قلبي تعبان على طول، فروحت للدكتور تاني بعديه، عمل لي هو الدكتور برضو اللي انا رحت له في الاول ده، عمل لي ايكو، قلبي قال لي تمام ما فيش اي حاجه. فبعدين حسيت برضو ان انا تعبان ورحت لدكتور تاني، عمل لي رسم قلب بالمجهود، برضو قال لي ما فيش اي حاجه، بس دايما بحس بالم في كتفي من ورا، وانا صحتي زي الحديد يعني، انا ممكن اطلع 10 ادوار ما فيش اي مشكله، بس الايام دي بحس ان في زي عروق بتنبض في الجنب الشمال على طول، مش عارف، ولما ممكن ابقى نايم كده على ظهري واجي اقوم الاقي في خط في صدري كده، مش عارف. طب مراتك مضايقاك؟ طيب لو يعني مفيش اي سبب عضوي. متجوز يا استاذ ميلاد؟ متجوز والحمد لله. تمام. هنرد عليك حالا بعد استاذ مصطفى من لندن. استاذ مصطفى اهلا بيك. استاذ يوسف. استاذ يوسف اهلا بيك. اهلا يا استاذ يوسف. اتفضل. اتفضل. السلام عليكم يا دكتور، انا اسالك سؤال يعني عن اتفضل. اتفضل. عندهم السكر. ممكن الواحد ياكل عسل اسود ويكون وعنده مثلا السكر؟ عسل اسود؟ وعنده السكر. ايوه لو سمحت. انا اعرف ان العسل الابيض يعني حاجه بسيطه كويس، انما العسل الاسود اللي هو من الشوجر كان من العسل بالسكر. اوكي شكرا استاذ مصطفى. استاذ مصطفى يحن الى الاكل المصري. لا طبعا. ما فيش مانع من العسل الابيض، وما فيش مانع انك تجرب العسل الاسود من ان لاخر دون اسراف، ما دام انت منتظم على علاج السكر بتاعك ومحافظ على مستويات السكر في المعدل الطبيعي. الاستاذ ميلاد واضح ان هو بيشتكي وراح لدكاتره كتير وعمل اشعاعات، وواضح ان لما يبقى الدكتور اداله حاجه زي اللي قالها وبعدين ارتاح ورجع جات تاني، وبعدين الايكو طلع كويس، وبعد رسم القلب موجود طلع كويس، وهو كشف وقالوا له كويس، فالارجح ان الالام اللي بيشعر بها ليست لها علاقه بمرض في القلب. تمام. فحاول تتعايش مع الاعراض اللي انت بتحس بيها دي، لان الارجح ان ما لهاش علاقه بالقلب. صح. ممكن تبقى حاجه نفسيه مثلا؟ ممكن توتر، ممكن قله نوم، يعني في حاجات كتير غير انها مرض عضو في القلب. لكن احنا هناخد السؤال بتاعه بقى ونقول ان من المفاهيم الصحية الخاطئة جدا، انا عملت ايكو على القلب وطلع سليم يبقى انا ما عنديش حاجة في القلب. هذا مفهوم صحي خاطئ بنسبة 90%. انا رحت للدكتور وعمل لي رسم قلب وطلع رسم القلب طبيعي يبقى انا القلب بتاعي طبيعي. مفهوم خاطئ بنسبة 100%. الرسم القلب بيبين بعض الأمراض اللي موجودة في القلب ولا يبين الأخرى. الموجات الصوتية للقلب اللي هي الإيكو تبين بعض الأمراض اللي موجودة في القلب وليس لها علاقة إطلاقا الإيكو بأمراض أخرى موجودة في القلب. تمام. يبقى كون إن الإيكو سليم يبقى القلب سليم غلط، كون ان رسم القلب سليم يبقى القلب سليم غلط. يبقى لازم نعمل ثلاث حاجات او اربع حاجات يا دكتور يعني؟ دكتور لا، انا لما بقعد مريض بيجي لي ويقعد يشتكي ويقول لي وانصت واسمع لكلامه هتفهمه. انا بفهم وبحط احتمالات وبوجه الابحاث بتاعتي عشان اطبقها مع الاحتمالات اللي انا عاوزها. يبقى انا بضيف اي فحص انا بطلبه يوجهني بناء على شكوى المريض وفحصه علشان اشخص حاجه معينه. فبعض المرضى اقول له لا انت تعمل رسم قلب، التاني اقول له لا انت تعمل ايكو بس، واحد تالت اقول له لا ده ولا ده انت تعمل مسح ذري، لا انت تعمل رسم قلب بالمجهود، انت ما تستناش لا ده ولا ده وتعمل قسطره.
كل اي فحص الدكتور بيطلبه بناء على الحاله الصحيه للمريض اللي قدامه، هو بيشتكي من ايه بالزبط. وانا لما كشفت عليه لقيت ايه نتيجه الكشف والقصه المرضيه بتاعته والاعراض بتاعته تقدر. اوجهها اي فحص من الفحوصات هي اللي تحل المشكله بتاعه المريض تمام. بتاعي. احنا معانا اخر اتصالين، استاذ عمرو. استاذ عمرو اتفضل. الو اتفضل اتفضل يا استاذ عمرو. لا لو سمحت بس عايز اسال الدكتور سامع على سؤال. اكيد اتفضل سؤالك. معاك اتفضل حضرتك. طب دلوقتي انا كنت يعني كنت صغير وجالي حمى روماتيزميه. ايوه. ودكتور كتب لي على حقنه اللي هي الريتربين. ايوه. اللي هي البنسلين. ولحد دلوقتي انا عندي 33 سنه ولسه باخد الحقنه دي. ايوه. بس غيرت من الريتربين من حقنه اخرى من وماله هو حقنه البنسلين طويل المفعول. اوكي. انا دلوقتي عايز ابطل الحقنه والدكتور قال لي لا. حضرتك عملت موجات صوتيه على القلب؟ لا. طب اعمل موجات صوتيه على القلب وشوف الصمامات اخبارها ايه، لو في حاجه في الصمامات بناء على وجود اصابه او عدمها وشده الاصابه الدكتور هينصحك اذا كنت تكملها لسن ال 35 سنه او ما تكملهاش. شكرا استاذ عمرو. الف سلام على حضرتك. استاذ محمد عبد السلام. ايوه اتفضل. معك اتفضل سؤالك. الو دكتور. سؤالك ايه يا استاذ محمد؟ الو دكتور. انا مثلا رحت للدكتور نواره ورحت للدكتور ثاني هنا. حضرتك ارفع الصوت شويه وبلاش ذكر اسماء حد. من فضلك قول سؤالك. قول السؤال. اعراض حضرتك ايه؟ انا اعراضي عندي دلوقتي طبعا عندي العظام عندي طبعا يعني تقريبا وجع في رجلي ما اقدرش اتحرك كتير، وبعدين لما اركب السلم بشعر بدهش يعني بدهش وبتعب. يعني حضرتك مشكلتك في العظام ولا في القلب؟ والله انا يعني بشتكي تقريبا يعني من العظام ومن القلب يعني. القلب احنا عايزين القلب لان ده هو اللغه الليبيه. بيجي لي دهشه يعني بيجي لي كرشه نفس. اوكي. فهو بيجي له كرشه نفس مع المجهود. لما بيطلع العظام بتوجعه وكرشه وبيجي له كرشه نفس. تمام. صح كده؟ صح وده صحيح. اوكي. سن حضرتك كم سنه؟ طبعا سني 82 سنه. ربنا يديك الصحة. ربنا يديك الصحة. طيب حاضر هجاوب على حضرتك. شكرا استاذ محمد. كرشة النفس في مع وجع المفاصل في هذا العمر قد تكون عدم لياقة. وقد تكون مشاكل في الشعب الهوائية والتهابات متكررة في الشعب الهوائية أو آثار تدخين قديم ولا حاجة. وقد يكون سببها القلب. حاجة في شرايين أو عضلة القلب. وقد يكون سببها ان في انيميا او ضعف عام بيعمل كرشه النفس مع المجهود. يبقى اللي هيحدد ايه سبب الدهشه مع المجهود هو الطبيب المعالج، هيعمل لحضرتك تحليلات واشعاعات ويقرر ايه سبب كرشه النفس ويدي حضرتك العلاج المناسب ان شاء الله. طيب سؤال. لكن دي لا تعني ان كل كرشه نفس يساوي القلب، لا. يعني دي الرساله اللي ياخدها. سؤالي بقى سؤالي انا سالته الولد الشاب. طبعا احنا لما بنقول البنت الست والزواج والانجاب، لان احنا نعلم ان الزواج يمثل عبء الحمل بالزبط. وعبء الولاده على الست، ولذلك احنا بناكد قوي على اصابه الانثى بحمى روماتيزميه في القلب. لكن على الجانب الاخر في ناس كتير من الرجال بيصابوا في سن الزواج بحمى روماتيزميه في القلب، وجايز يكون عنده صمام، وجايز يكون عمل عملية صمام. وفي أخت سألتني 4-5 مرات على الواتس على الفيسبوك علشان خطيبها جاله احتشاء في عضلة القلب، وتكمل الجواز ولا ما تتجوزش ولا ما تكملوش. فالسؤال حضرتك منطقي جدا. احنا لما بنقول الست عشان هي معرضة لعبء أكتر، لكن الولد أو الزوج ممكن يكون مصاب بمرض في القلب يستدعي الاستشارة. ولازم الأمانة تقتدي طبعاً. إن أنا رايح أخطب، أنا بعرف أهل زوجتي أو أهل خطيبتي أنا ظروفي كذا وكذا وكذا، وبنفس الطريقة يقعد هو وخطيبته مع دكتور ويتكلموا مع بعض ويتفهم
ايه الحدود المسموح له بيها وايه الحدود اللي مش مسموح بيها وتحلها. تمام. ده واجب جدا. تمام. وبالمناسبه بقى انا هقول لحضرتك على قصه صديق ليا الله يرحمه، جالي في يوم من الحاج عبد الكريم العياده ومتوتر جدا، قال لي دكتور سامح لو سمحت ممكن تتصل بالناس دول؟ قلت له طيب هم ايه بس فاهمني القصه؟ قال لي ابني راح خطب بنتهم وهم وافقوا على الخطبه، بس الولد ما قالهمش ان عنده سكر، وانا خايف انه ميتانه مخبي عليهم ومش عاوز يطلعه كذاب، فصرف في الحكايه دي وعرف الناس دول ان ابني عنده السكر، يوافقوا يوافقوا، ما يوافقوش ما يوافقوش. فاتصلت وعملنا الاجراءات وقلنا لهم انا خلصنا والولد عنده كذا وكذا وظروفه كذا وممكن يبقى كذا، طب وانت ايه اللي عرفك يا دكتور؟ قلت لهم انا بتصل بيكم بناء على وصيه ابوه، وابوه اللي جالي وقال لي اعمل كده. قالوا لي احنا هنجوزه ما دام ده ابوه، ما دام ده اللي رباه، ما دام الامين ده بيقول لك عرفهم، احنا هنجوزه ان شاء الله يموت بكره. صحيح. فالامانه مهمة جدا. الامانه والوضوح في الحاجات بالزبط. دي مطلوبه جدا جدا، الخداع فيها بيبقى سيء قوي قوي قوي، والمروءه والرجوله والامانه وكل حاجه تقتدي ان الصراحه تبقى واضحه من الجانبين، ويقعدوا مع بعض ويتفاهموا مع بعض ويدخلوا، وياما ناس اتجوزوا وهم سلام قوي وما عندهمش اي حاجه خالص، بعد شهر شهرين جت امراض مدمره. صح. فكل واحد يبقى على بينه ويختار ولنفسه، بس يبقى عارف حدوده ايه وواجباته ايه في الحياه، سواء الزوج او الزوجه. نكمل المفاهيم الصحيه الخاطئه. نكمل المفاهيم الصحيه الخاطئه. حاجة بتقولي بقى طب ما الزوج، ما الراجل يقول عشان حتى الخلف ولاده، برضو من المفاهيم الصحية الخاطئة. لا، ده أنا أبويا كان عنده القلب يبان هيجي لي القلب، أنا أمي عندها القلب يبان هيجي لي القلب، أبويا ده بتحصل مصايب. أنا دلوقتي يا دكتور سن 62 سنة، وأبويا مات سنه 63، وعمي مات سنه 64، يعني أنا دلوقتي دخلت في سن موت أبويا وعمي ومتوتر جدا إطلاقا. في أمراض تورث وتنتقل من الآباء للأبناء، وفي أمراض ليس لها أي علاقة بالأبناء أو الأحفاد ولا تنتقل إطلاقا. تمام. يبقى قصة إن أنا الأب عنده القلب يبقى الواد هيجيله القلب، لا مش شرط خالص. في مرض شائع جدا اسمه مرض تضخم أولي في عضلة القلب، يحصل في أسر وبينتقل على الجينات الوراثية اللي بيتورث سواء عن طريق الأب أو عن طريق الأم، وده يسبب أعراض حتى في الطفولة ويسبب الموت المفاجئ حتى في الأطفال. ده مرض وراثي، ومعنى أن الأب أصيب يبقى احتمال إصابة الأبناء كتير جدا، لدرجة أن احنا لما نيجي نشخصه في وقت ما لطفل نقول له عايزين بقية اخواتك وابوك وامك عشان نشوف المرض جاي منين. لو شخصت هذا المرض في اب او ام اقول له لو سمحت هات لي اخواتك او اخواتك وهات لنا بقية الاولاد نشوف مين اللي خد مين اللي ممكن الجين الوراثي يكون اتنقل له واصيب الطفل وهيبان عليه بعد شوية عشان ناخد الاحتياطات بتاعتنا. يبقى في حاجة اسمها كده. في امراض تتوارث من الآباء والأجداد إلى الأبناء والأحفاد، ودي حاجة معروفة، لكن 90% من بقية الأمراض لا تنتقل عن طريق الجينات الوراثية ولا تعني إن احتمال إصابة الأولاد بيها. تمام. فدي برضو من المفاهيم اللي لازم تبقى واضحة. تمام. خلاص كده مفاهيم الخاطئة ولا لسه؟ آخر حاجة الرياضة، أو يعني عشان الوقت الحلقة. لا ده ما يروحش طابور المدرسة، لا ده ما يلعبش في حصة الألعاب، لا ده ما يركبش العجل، لا ده ما يطلعش السلم. إيه أصل عنده القلب؟ إيه يعني عنده القلب؟ مش كل أمراض القلب تقتضي إن الطفل أو المريض الكبير يتربط في السرير. بالظبط. لا خالص. في بعض الأمراض، الأمراض القلب اللي بنقول علاجك في المشي. صح. علاجك في الرياضة. علاجك في النشاط الجسماني. مش في الكسل. يبقى المفهوم الصحي الخاطئ ان ده عنده القلب يتربط في السرير. لا غلط. في بعض امراض القلب تحتاج الراحه، الراحه دي قد تكون لفترات طويله وقد تكون لفترات
معينة وبعدين يسمح بالحركة أو الرياضة بعد كده. بعض أمراض القلب نقول اعمل كل حاجة بس بلاش الرياضات المنافسة. بعض الرياضات أقول لمريض القلب لا أنت ممكن تسبح ممكن تمشي لكن ما تشيلش حديد. يبقى أعمل أي نوع من أنواع الرياضة أو ما أعملش رياضة خالص أو أعمل كل اللي أنا عاوزه أو علاجك أنك تعمل رياضة. كل ده بيتوقف على نوع الإصابة وشدة الإصابة والطبيب المعالج لازم يحدد للمريض بتاعه يعمل إيه. طيب بالنسبة للرياضة يا دكتور للأشخاص أو مرضى القلب بعد سن 60 هل ليهم رياضات محددة مثلا ولا لا؟ اللي فوق سن 60 وعمره ما عمل رياضة يسأل نفسه عدة أسئلة. عنده سكر أو عنده ضغط أو عنده كوليسترول أو مدخن يبقى يروح للدكتور القلب الأول هيكشف عليه وهيعمل له رسم قلب وبعدين هيحدد له يعمل إيه. معظم الناس حتى اللي عندهم سكر وبعد سن 60 هيسمح له بالرياضة بس هتبقى رياضة بتدرج. ابدأ امشى 3 أيام في الأسبوع وبعدين الاسبوع اللي بعده او بعد اسبوعين او هتتحدد له فتره زمنيه معينه زود الخطوه بتاعتك زود المسافه بتاعتك. انا عاوز اوصل لو ما فيش اعراض خالص وما فيش اي اثار لمرض في القلب يعني حتى لو عنده سكر وضغط بس واخد العلاج ومتظبط وما فيش حاجه في عضله القلب وما فيش حاجه في شرايين القلب انا هقول له اعمل رياضه للحفاظ على حاله القلب. الهدف بتاعي في الاخر ان انا هقول له هتمشى 3 كيلو في 20-25 دقيقة بس مش من أول يوم. هتبدأ تدرج 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 لحد ما تصل إلى هذا التارجت. الهدف بتاعي ده لو وصل المريض أو مش المريض بقى لو وصل الإنسان اللي فوق 60 إنه يمشى 3 كيلو في نص ساعة مثلا هيبقى دي رياضة مرضية جدا 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 للحفاظ على شرايين القلب وعضلة القلب. بس دي مش ممكن أبدأ بيها من الأول خالص وما بدأش بيها من غير استشارة الطبيب الأول. أشكرك دكتور الحقيقة استفدت منك كتير وأكيد كمان الله. مشاهدينا استفادوا منك. طبعا معدنا مع دكتور سامي حلام أستاذ أمراض القلب الجمعة بعد القادم وأكيد بننتظر اتصالاتكم الهاتفية إن شاء الله عبر صحتك بالدنيا وعبر شاشة فضائية مصرية. انتظرونا الساعة 6 صباحا بتوقيت القاهرة مرة تانية للإعادة وبعد الحلقة مباشرة انتظرونا عبر اليوتيوب. شكرا ليك دكتور سامي حلام وللتواصل مع دكتور سامي حلام عبر الفيسبوك باسم سامي حلام أستاذ أمراض القلب. شكرا لكم مشاهدينا نلتقي إن شاء الله غدا حلقة جديدة مع زميلة أخرى من صحتك بالدنيا.